السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. معاكم عز الخد، واليوم رجعنا لكم بسؤال جديد، فعاليتين جديدة اللي هي ستانلي سوبر كون ومعرض الانمي السعودي. لو نتكلم عن معرض الانمي السعودي، في كثير من الانميات اللي انتم تحبونها مثل اتاك اوف تايتن وون بيس وبليت وناروتو ودراغون بول، وبيكون في ناس هناك لابسين كوسبلاي بالانميات اللي انتم تحبونها. في حفلات غنائية من اشهر المغنيين اليابانيين في مجال الانمي. ونرجع لاول فعالية اللي هي ستانلي سوبر كون، موجود هناك كثير من الابطال الخارقين اللي انتم تحبونهم مثل ستار وورز، سوبرمان، وباور رينجرز، وشخصيات دي سي. وفي عروض مجدولة من الساعة 3 لين الساعة 11، مليانة بكثير من الفعاليات. وعشان الانمي والكوميك فيها ابطال خارقين، سؤال اليوم كان: لو كان عندك قوة خارقة وش بتكون؟ ما ودنا نطول عليكم، يلا ندخل الفعالية. السلام عليكم سعادة السلام. وعليكم السلام يا فندم، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله كله تمام. انت عامل ايه؟ عندنا سؤال. تفضل يا فندم. انت تقدر تسوي كل شيء صحيح؟ الحمد لله اعرف. طيب سؤالنا يقول لك: لو عندك قوة خارقة ايش حتكون؟ لو انا عندي قوة خارقة، أيوه. انا ممكن ان انا اقرا افكار الناس بزيادة، يعني انا ممكن اقرا افكارك. ممكن اقرا افكار الناس كلها. حلو، كيف؟ عندي العصاية. حلو، جيب العصاية بتاعتي. ايه؟ هذه كاميرا مو عصاية. استهبل استهبل. طيب اوكي تفضل. طيب ايش اهم الافكار اللي تحب تقراها؟ اول شخص تبي تقرا افكاره مين؟ اول شخص ابقى عايز اقرا افكاره هيكون انت. ليش؟ اكيد افكارك مليانة اكل وانا جعان. لو عندك قوة خارقة ايش حتكون؟ قوة خارقة ايش حتكون؟ يمديني اتخيل الناس، ايوه، انه كلهم يكونوا كذا بطاطس. اوكي، علشان انا ما اتوتر. انت يعني اذا شفت بطاطس ما تتوتر؟ لا، انت بتتخيل ناس بطاطس. ايه. طيب الله يعطيك العافيه. عافيك يا رب. لو عندكم قوه خارقه ايش حتكون؟ ادخل تحت الارض. حلو. عشان اشوف الجن. لا لا والله. وانت لو عندي قوة خارقة اخلي السيارة تطير. لو عندي قوة خارقة بصير رجل الماء كذا. رجل الماء؟ اي كذا. انت لا قاعدة يبلك قاعدة. حلو. ايش رجل الماء هذا؟ زي كيف يعني اقول لك؟ رجل الماء يعني رجل الماء يصير مويه و... ادخل في كل مكان. لو عندك قوة خارقة ايش حتكون؟ جماد. جماد؟ ايه. ليش جماد؟ عشان اي حد بدي يعني يصير. فهمت كيف؟ يعني مثلا حاب يصير كرسي اصير كرسي. تبي تصير كرسي؟ طموحك تصير كرسي تقريبا. طيب اسمع، ترى احنا بناخذ معك لقاء مو تتضارب. والله لا تكفى. اي كيف الحركه مره ثانيه؟ يا سلام. طيب سؤالنا يقول لك: لو عندك قوه خارقه ايش حتكون؟ ايش لو عندك قوه خارقه ايش حتكون؟ اصير يا بذ يا بذر. خربت عليك انا؟ خربت عليك يا وري. طيب ايش؟ لا بضرب والله. هذه قوتك الخارقة؟ لا قوتي الخارقة اسمع، قوتي الخارقة اني اخفي بعض من الناس. يا عمي يا عم خلاص. طيب ايش تبي؟ سؤال، ايش تبي؟ ايش تبي يا حامد؟ ايش تبي؟ انا الساحر. ما انت بساحر، انت حامد. اتبع الناس. ساحر؟ لا ما قلت لها. ورني هذا عصا كاميرا، لا تسوقهم مع الناس عيب. قدام خلاص. لو عندكم قوة خارقة ايش حتكون؟ قوة العمالقة. قوة العمالقة. قوة العمالقة. ايوه. كيف؟ اتاك اون تايتن عبارة عن قصة يعني عمالقة يعني ياكلون البشر، عندهم قوة خارقة. ايوه. يا سلام. فطلعت ما بحرق على الناس اللي يبون يشوفوا. يعني انتوا تبون تاكلون بشر؟ ايوه. عشان نصير عمالقة. عشان نصير عمالقة. اه يعني تاكلون بشر عشان تصيرون عمالقة. ايوه نصير عمالقة. ناكل اللي ما نحبهم. ناكل اللي ما نحبهم. اللي ما تحبونه. ايوه. If I had any superpower, it would be to be able to fly. Because that I wouldn't have to pay for any cars or any airplanes or anything, and I could fly. I could come from the U.S. to here for free anytime I wanted. So I think that's what I would be doing is flying. Flying. Plus, my hair will look great in the wind. So it's awesome either way. Superpower. Yeah. I don't know. I'm really a big fan of Wolverine. So be able to heal would be really Wolverine. Cool. Wolverine. Yeah, yeah. You will eat people or not? No, I don't think so. Probably tastes bad. سؤالنا يقول لك: لو عندك قوة خارقة وش بتكون؟ أنا أثلج الأشياء. أثلج الأشياء؟ ليش؟ يا أخي أي واحد يقهرني أثلج. الجمد على طول؟ يب. وأنت؟ أنا الصراحة أختفي. تختفي؟ تتوقع على هذا الشكل بتختفي؟ لو عندك قوة خارقة إيش حتكون؟ قوة الكلمة. قوة الكلمة. نعم.
الكلمة تقدر تأثر على أي أحد. يا سلام. وبكلمتك وبابتسامتك إيه؟ تقدر تكسب كل الناس. حنا في ستانلي. لا إيه؟ طيران بطير. حلو. وبختفي وأنا أطير. غيرت رأيك الحين. طب الكلمة. عشان حنا في ستانلي. لا الكلمة هي أول شيء. خلاص نسيت. إيه؟ هذه قوة خارقة أي أحد يقدر يحصل عليها. والحين وصلنا للمنطقة الثانية اللي هي معرض الأنمي السعودي. بنسألهم سؤال حلقتنا اليوم ونشوف رأيهم فيه. يلا خليكم معانا. سؤالنا يقول لك لو عندك قوة خارقة ايش حتكون؟ ما ادري بس اني اطلع من القفص. تطلع من القفص؟ اي والله. ليش ماسكك الحين؟ عشان اخذت من عنده موزة وقال لي تعال. القرد هذا مسكك عشان اخذت من عنده موزة؟ ايه قال ماني مطلعك لما ترجعها. طب ليش اكلت موزة؟ يا اخي كانت اول مرة ما اشوف موزة صفراء لونها احمر. حلو. فقلت ممكن فاكهة سحرية تخليني قوي ما اموت. فاكلتها؟ اكلتها. بالعافية. وطلعت معفنة. بالعافية. لو عندك قوة خارقة ايش حتكون؟ هذا يعطيك حقنة يخليك تخاف يعني يطلع الفوبيا اللي فيك. يعني هذه الحين الحقن اللي بيدك تطلع الخوف اللي فيني. تطلع الفوبيا اللي فيك خليك تتوهم الفوبيا. طب انا خايف منك الحين بعد شوي. لا 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 بس لا لا الله يخليك فكني وشرك. معنا علاء الدين وزوليتا. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. سؤال بسيط انا بسال الزوليه قبل. لو عندك قوه خارقه ايش حتكون؟ انت تقدر تطير. ايه نبغى قوه خارقه جديده. والله اتمنى اني اذا انجرحت يطلع لي دم زي البشر. ليش؟ ها ما يطلع لك دم كزوليه يعني؟ اي والله. وبعدين هذا كل يوم يغسلني بكلوركس وتعذبت. تعذبت ما بعد ها؟ ما تنظف بعد. والله تعذبت يعني بالامور ذا. انا زوليه بس عندي مشاعر. عندك مشاعر كزوليه؟ اي اي وابكي وعندي عيون كل شيء. الله يعينك. أيوة. حبيبي الله يعينك. واذا ودك اذا ذا اجحد اوبر اي شيء كلمني. يلا في امان الله. في امان الله حبيبي. شخصيتك هذه اللي انت لابسها ايش قوتها الخارقه؟ هذا يا حبيبي دكتور قديم. ها الدكاتره قديما كانوا كذا. الدكاتره القديمين وشخصيات كثيره كذا زي مثلا اساسنز كريد دكتور زي كذا. طب ليش يلبسون الدكاترة القديمين كذا؟ ما أدري. طب ليش تلابس زي كذا؟ ما أدري. طبعاً سبايدر مان المتقاعد. هيو خير. مساء النور والسرور. هلا والله. سؤالنا بسيط. تفضل. يقول لك لو عندك قوة خارقة إيش حتكون؟ آكل من غير ما أنحف. آكل من غير. شكل هذا الطبيعي. أيه. هذا الطبيعي. آكل من غير ما أدخن. أوكي هذا اللي تبغاه. هذا اللي أبغاه. هذا الحلم. لو عندك قوة خارقة إيش حتكون؟ إني أذبح كل الناس بطعنة واحدة. جيب جيب أشوف هذا. بعد معك سكين يعني. تفضل. شكرا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. لو عندك قوة خارقة إيش حتكون؟ عنده شيء بنفسجي. نيل. حلو. شيء بنفسجي. إيه هذا اللي يتمطط. يا سلام. أيوة. هذا. وعنده قوة ويشوف الخصوم اللي ضده يشوف قوتهم كم. يعني اقوى واحد في العالم اعرف ان هذا اتجنبه ما اسوي معه مشاكل. انت كيف قوتك طيب؟ والله اعرف ارقص. اكيد. تبي مشيه؟ اي هذه تعرفها؟ عادي اروح خلاص ولا لا لا تعال ارجع لي. لا والله فنان. يلا 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 يلا. تعال هنا 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 يا سلام. يلا. بموت دخل. الله يعطيك العافيه. الله يسعدك حبيبي. شكرا. وبكذا وصلنا لنهايه المقابلات. اذا عجبكم المقطع لا تنسون تشتركون في القناه وتجاوبون على سؤال حلقه اليوم اللي هو لو عندك قوه خارقه ايش حتكون. واللي حاب يزور فعاليات موسم الرياض تركنا لكم جميع التفاصيل تحت الديسكربشن. وبس هذا كان اللي عندي. كان معكم عز الخط. يلا نشوفكم الحلقه الجايه. في امان الله.